The Minister of the Interior, Lieutenant General Sheikh Rashid bin Abdullah Al Khalifa, took part in the 30th session of Arab Interior Ministers Council, which was held in Riyadh, Saudi Arabia today. Under the chairmanship of Saudi Interior Minister, His Royal Highness Prince Mohammed bin Nayef ibn Abdulaziz Al Saud, the Arab Interior Ministers Council issued a statement entitled Statement of Riyadh to Combat Terrorism, declaring categorical rejection of any external attempts to undermine the security of any Arab country and condemning support provided by Iran for terrorist operations in Bahrain and Yemen. The Council reiterated firm condemnation for terrorism, whatever its forms or sources, and intentions to continue to combat and address its cause and mobilize all efforts and capabilities to eradicate it and strengthening Arab cooperation in this area, as well as in the fields of organized crime. In this context, the Council condemned all forms of support for terrorism and its financing, its categorical rejection of extortion, threats and ransom demands practiced by terrorist groups to finance their crimes, calling upon all states to abide by Security Council resolutions in this regard. Representing Bahrain, the Minister of the Interior delivered a speech in which he reviewed the current development in the kingdom's security situation. أيها الإخوة, نستذكر في هذا الاجتماع المكفول له بإذن الله صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراه لما له من جهود طيبة ودور ريادي في دعم مسيرة التعاون الأمني العربي وما قدم من جليل الأعمال وصادق العطاء. سألين الله أن يتغمد الراحل العزيز بواسع رحمته ويجزيه خير الجزاء وأن يمد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود بالتوفيق لمواصلة مسيرته ونهجه في صون الأمن والاستقرار في المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعم وتعزيز منظومة الأمن العربي, آملا أن يصدر عن هذا المجلس ما يخلد اسم المغفور له بإذن الله وبما يستحق من الوفاء والتكريم. وإني أثني على ما أتقدم به زملائي لأن تكون الرئاسة الفخرية إلى سموكم الكريم مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح إن شاء الله. أيها الإخوة, لقد شهدت مملكة البحرين خلال الفترة الماضية أعمال خطيرة منافية للقانون تمثلت في تخريب الممتلكات العامة والخاصة وقطع الطرق إلى استهداف رجال الأمن بمختلف الأسلحة مثل القنابل الحارثة والمتفجرات ورماية السهام والأسلحة الخفيفة, وكلها أعمال تعدت مظاهر الشغب والعنف إلى أعمال توفرت فيها أركان الجريمة الإرهابية. فالشرطة تتعامل مع مجموعات مسلحة وليست مسيرات سلمية, وبعون الله فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط خلية إرهابية بعد أن قامت بالتحري عن أعضائها وتنقلاتهم وأماكن تدريبهم على الأسلحة والمتفجرات ومحاولة إيجاد مكان في البحرين لتخزين السلاح وتهريبه واستخدامه في ساعة الصفر لمهاجمة أهداف حيوية واستهداف شخصيات هامة. ومن خلال اعتراف أعضاء الخلية والأدلة المادية فإنه يظهر بجلاء ضلوع الحرس الثوري الإيراني, وهو ما يعكس علاقة إيران بالتدخل في شأن الأمن الداخلي البحرين بهدف زعزعة الأمن والاستقرار, وهو ما يستوجب موقفا عربيا يتجاوز الإدانة والاستنكار إلى اتخاذ التدابير الفعالة لحماية الأمن العربي والمتمثل في أمن الدول الأعضاء. أيها الأخوة, إذا كنا نؤمن بأن التغيير سنة الحياة فإن تحقيقه يكون من خلال الالتزام بالنظام وليس من خلال انتشار الفوضى التي استشرت في بعض المجتمعات, وأصبح الناس يتحركون بشكل عشوائي تدفعهم شعارات متضاربة تحاول الوصول إلى نهاية يدفع ثمنها الناس, الأمر الذي يترتب عليه بذل المزيد من الجهود للتوعية المجتمعية وإعطاء الأولوية الأمنية لفرض النظام العام وتثبيت الأمن. فإن الأمن العربي يشهد حالة من الفوضى والاضطراب العام والتهديد الصارخ لتشتيت الهوية العربية
وإن انشغالنا عن إدامة التنسيق الأمني بيننا لا شك يعد سببا في تصدع بعض جبهاتنا الأمنية وإبقاؤها في عزلة عن بعضها البعض. وإن من يفكر في زعزعة الأمن لأي دولة عربية لا يضع في حساباته وتقديراته ردة الفعل العربية الجماعية مع الأسف. واليوم في ظل تفاقم الاضطرابات الأمنية في عدد من البلدان العربية تكون الأولوية لوقف النزيف وصد الأبواب أمام استمرار هذا التهديد في ظل علاقة ما يحدث في الداخل بما يخطط له ويدار في الخارج.